شيخ صالح، كيف تكون أو يكون شكر النعم، وما الواجب تجاه هذه النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد على المسلم؟ الواجب شكر النعم، وشكر النعم ضمانة لبقائها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بثلاثة أشياء، له ثلاثة أركان لا يسمى شكرا إلا بها. الأول التحدث، الأول الاعتراف بنعم الله باطنا، بأن تعترف في نفسك وقلبك أن هذه النعم هي من الله جل وعلا، وأنها فضل من الله عليك وعلى المسلمين. الركن الثاني تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، فتتحدث بنعم الله وتشكره عليها وتذكر بها إخوانك وتأمرهم بشكرها. والركن الثالث هو صرفها في طاعة الله عز وجل، طاعة مسديها وموليها. نعم.